بارك الله عليك سيدي، تبارك الله عليك حميده منتي. كلمه اخيره، وشنو ممكن نختموا بالعبر اللي نستخلصوها من هذا كاس العالم؟ شوف، الحمد لله هاد النسخه ديال كاس العالم جات وجبت لنا منتخب مزيون اللي عطينا بزاف ديال العبر. ما هما بزاف، ولكن انا نقدر ناخذ لك منهم غير نختصر فيهم. اولا، نثقوا في العامل البشري ديالنا، المغربي ديالنا، ديما نعطيوه فرصه ونحفزوه ونعطيوه كل شيء. ثانيا، نكونوا مرضيين للوالدين، يعني رضات الوالدين شي حاجه اللي هي مهمه بزاف. وثالثا، نديروا النيه، والله العظيم النيه ديما هي اللي كتغلب، وديما مغرب، ديما النية وديما مغرب. شكرا لك بزاف حميد الحضري، وسلم لنا على جميع الاصدقاء الابطال ديال برنامج كلنا مغاربه يوميا على ميديان تيفي مع 7 وثلث ومع 9 مساء. تبارك الله عليك حميد.